سيدي احنا اليوم صدر قرار مجلس الوزراء، ان شاء الله بكره بتم التوقيع عليه والانتهاء من الاجراءات. الاسبوع القادم بتم مخاطبه معالي وزير الماليه حتى يتم التحويل المالي للمؤسسه الماليه والمؤسسه العسكريه والمؤسسه المدنيه، واحنا في هذا السياق من اليوم بدانا في نموذج القسيمه، وسيتم طباعة الأسم والرقم الوطني على هذه القسيمة حتى يكون مخصص لأصحاب العائلات، وشغلة ثلاث أربعة أيام بتم توريد القسائم، وفورا يتم توزيعها على البريد الأردني، وليصار لإرسال رسائل خاصة للأسر المنتفعة حتى يتم الاستفادة منها قبل شهر رمضان المبارك، لأنه هي الفكرة دعم العائلات بمواد تمويلية والتحضير لشهر رمضان المبارك. طيب سؤالي في ذات الإطار، أنك ذكرت أثناء الحديث دعم الخبز وقوائم دعم الخبز، في دعم خبز ثاني ولا ما في؟ سيدي برنامج دعم الخبز أطلق قبل ثلاث سنوات، نعم. عندما أطلقته الحكومة الأردنية أطلق لمدة ثلاث سنوات، انتهت مع نهاية عام 2020. موازنة 2021 لا يوجد أي بند بهذا الموضوع. طيب اليوم مستوى تقييمنا لحاجة، يعني هل هذه البرامج اليوم المعلنة كافية لسد ثغرات موجودة سببتها الجائحة وأيضا أوضاع اقتصادية بعمومها في الأسر العفيفة؟ أخي محمد، اليوم كما أطلق بالبرامج التي أطلقت، جزء للتنمية الاجتماعية المخصص للحماية الاجتماعية هو 60 مليون، لكن هناك برامج خصصت للعمل، برامج للزراعة، برامج للسياحة، وموضوع الضمان الاجتماعي بمجموع يتجاوز 400 مليون. السؤال لو سألتني إياه مع بداية العام لما أطلقنا برنامج تكافل ثلاث على 100 ألف بمئة مليون دينار، راح أقول لك هذا الموجود كان، لكن اليوم بعد أربعة أشهر تم زيادة 60% من القيمة المخصصة من شهر واحد. فدائما الواحد نكون متفائلين، وهناك يعني نظرة شاملة على الأوضاع اللي بتمر فيها ومن ناحية البطالة والفقر، فإن شاء الله دائما إلا نكون للأمام ونأمن الحياة اللي يستحقها مواطننا الأردني. أخي محمد، بحب أنوه على نقطة، سيتم بالنسبة للقسائم الشرائية التوزيع حسب المحافظات، وسيأخذ بالاعتبار عدد السكان ونسبة الفقر ونسبة البطالة في كل محافظة. فبالتالي إيضاح أكثر لهذه النقطة مع ديك لو سمحت. يعني سيدي أنت بتعرف المحافظات 12 محافظة بالمملكة، نعم. لا يمكن إعطاء تقسيم القسائم بالتساوي، سنلجأ إلى عملية نسبة معينة، 30% من نسبة السكان، 40% نسبة الفقر، و30% نسبة البطالة، وعلى ضوء ذلك المعادلة يتم توزيع هذه القسائم على هذه المحافظات. عدد القسائم الكلي قديش معليك لو سمحت؟ 285 ألف قسيمة بقيمة 10 مليون دينار. 10 مليون، هذول كلهم قبل رمضان عشان أكد. إن شاء الله. وكل كوادر التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والبريد الأردني سيعملوا جهدهم لإيصال هذه القسائم قبل شهر رمضان حتى يتم الاستفادة منها، والقيمة الشرائية هي 35 دينار لكل قسيمة، وله الحرية المطلقة بشراء ما يريد. كل قسيمة قيمتها 35 دينار، كل المشروع 10 مليون دينار، 285 ألف قسيمة قبل رمضان من المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية. وأنا هنا بدي أسألك، وين الجمعيات الخيرية معليك في هذا الظرف، وشو دورها في هاي المرحلة؟ أنت كرمت سيدي، الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني وأهل الخير والمزكين دائما ما بيقصروا بهذه الأمور، وبتحركوا في شهر رمضان المبارك، وحتى القطاع الخاص هناك تواصل أيضا مع من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وتم إطلاق تعميم قبل حوالي أسبوع، وضعنا عدد من الشروط لطرود الخير بالتعاون، إنه يتعاونوا مع مدراء التنمية الاجتماعية حتى يتم توحيد قاعدة البيانات ويكون التوزيع عادل، وعدم حصول أي جهة على أكثر من طرد، لأنه اليوم إحنا بحاجة إنه تصل هذه الطرود إلى مستحقيها. سنكرر هذه الرسائل إلى المجتمع المدني والجمعيات والقطاع الخاص،
وسنعمل بتشاركية معهم لإيصال أكبر عدد لعائلات ومستفيدين أكثر من اللي ذكرنا لك إياه. قديش تقديريا دور هذه الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اليوم في ظل الظروف الراهنة غير ال 285,000 بنحكي لأنه يعني عادة التجربة السابقة العام الماضي وخاصة كنا في بداية الجائحة يعني كان هناك توزيع لا بأس به يعني العدد يعني لا يخطرني الآن بس القطاع الخاص والجمعيات وأهل الخير بالفعل كان لهم يد بعملية التوزيع لهذه الطرود وإذا بتتذكر العام الماضي كان هناك فريق الحماية الاجتماعية كان يتلقى هذه الطرود ويساعد في توزيعها من خلال السجل الوطني الموحد فنأمل أن يكون هناك مشاركة واسعة وبالعكس هذا بيعطيهم حافز أنه إذا الحكومة الأردنية قدمت 285,000 طرد بناء على دراسات وحاجة ماسة للأسر العفيفة هذا دليل أنه يجب أن القطاع الخاص والمجتمع المدني أن يتعاطف ويزيد أيضا من تبرعاته لأهل للأسر العفيفة من الطرود ناهيك أنه لا يوجد الآن موائد رحمن فبالتالي اليوم فقط نتحدث اللي بحب يساعد في شهر رمضان المبارك هي طرود غذائية سواء كانت قسائم أو بمبكتة لأهل الأسر العفيفة.